أهلين أصدقائي بفيديو الجزء الثاني من تفريخ الماونتين مينوس أو وايت كلاود ماونتين مينوس. الحمد لله الشيء اللي كنا خايفين منه بالجزء الأول هو ارتفاع درجة الحرارة، بس الأمور مشي الحال ونشحت ودرجة الحرارة بالحوض حاليا هي 24، مثل ما كنتم شايفين الفراخ موجودة على الزجاج. طبعا هي بتضل بهالحالة لمدة يوم او يومين قبل السباحة الحرة. الفراخ منتشرة بكل ارجاء الحوض، على الفلتر، على السخان، على الطحالب، على الزجاج. فعلا منظر مدهش. طمن بهاي المرحلة اللي بيكون فيها الفرخ بفترة ثبات، ما في داعي تحط له تغذية لمدة يوم او يومين، وهالمدة بتختلف من نوع سمك لنوع اخر. بيتغذى على كيس الملح هذا النوع لمدة يومين لثلاث ايام. او فينا نشرح الموضوع من جهة تانية، انه الوجبة الاولى للفراخ بتكون بعد السباحة الحرة مثل ما راح تشوفوا بعد شوي. نرجع منأكد انه الايام العشرة الاولى للاسماك او الفراخ او الزريعة اللي بتكون بهذا الحجم لازم تكون حصرا على الانفيزوريا. اخذت لكم لقطات للفراخ المنتشرة بكل الحوض، وبعد شوي راح نشوف زوم بسيط كيف بيكون عايش حياته بالايام الاولى وخصوصي باول يومين، واخر مقطع الفيديو كمان في لقطة زوم للفرخ بيكون باول يوم بعد فقس البيض. مثل ما عم تشوفوا هذا الفرخ الموجود على الزجاج عم يقضي ايامه الاولى عم يتغذى على كيس المح وعم يكتفي بتحريك زعانفه. هذا الغذاء الرباني الموجود بجسمه بكفي من يومين لثلاثة حسب كل نوع سمك. في اسماك كيس المح بيضل معه خمسة ايام او اربع ايام، هذا بيعود لنوع السمكة والفصيل تبعه وقديش العمر اللي بيعيشه هذا النوع. ومثل ما حكينا باول المقطع انه ما في داعي تقدم اي وجبة غذاء بهي الحالة، ولا تخاف من النقاط البيضاء او الكائنات اللي بتشوفها على الزجاج من جوا، هي دليل كتير كبير على انه مية الحوض كتير صحية وانه الدورة البيولوجية عندها كتير ناجحة. طبعا انا كنت حط علامة صغيرة محل كل فرخ مشان راقب تحركاته. وهون بلشت الفراخ الصغيرة تحاول تسبح وصار وقت نغذيها باليوم الأول. طبعا مثل ما انكم شايفين الفلتر متوقف والسخان ما عم بستخدمه لانه الاجواء حارة. يفضل تحافظ على درجة الحرارة ما بين 21 و 24. راح اترككم تتابعوا بعض اللقطات للسباحة الحرة بالايام الاولى، وبعد شوي راح ارجيكم كيف كنت عم غذيها واقدم لها الانفيزوريا. وصلنا لليوم الثالث، وطبعا انت فيك تستغني عن الفلتر لمدة 5 ايام او 10 ايام ما في مشكلة، بس انا بفضل انك تستخدمه بعد اول وجبة غذاء. واكيد من البديهي انه نستخدم فلتر ذو تيار خفيف ومسامات ناعمة وما يتم سحب الفراخ منه.
هاي قدامكم الانفيزوريا، وهلأ رح نقدم الوجبة الأولى، وهذا الشي صار باليوم الأول طبعا بعد أول يوم سباحة للفراخ، وهلأ رح تشوفوا زوم بسيط كمان لإلها. الفراخ بجوز باللحظات الأولى تخاف منها، بس بعد فترة كتير قصيرة رح تكتشفوا إنه هي لذيذة كتير، ورح يكون الإقبال عليها شديد. فيك تحط القطرات من الماء اللي بتحوي الانفيزوريا بأماكن تواجد الفراخ، وتكرر هاي العملية 5 مرات في اليوم لمدة 10 أيام. مثل ما عم تشوفوا الإقبال صار شديد، وصار فيك تطمن انه نسبة الوفاة ممكن تكون اقل من 5%. انا عندي بحوض تاني مفرخ فيه سيليستيال بيردانيو، نسبة الوفاة عندي هي 0%. بالإضافة على انك تنتبه انه الـ pH يضل ما بين 6.5 لل 7.5، ويفضل 7.0. وهلأ رح اترككم بزوم بسيط للفرخ بأول يوم إلو بعد فخس البيض، وشوفوا سبحان الله قديش حجمه أمام شعره من الإنسان. بتمنى أنه يكون المقطع عجبكم وقدمت لكم فائدة، بانتظار تجاربكم الناجحة، ونلتقى بفيديوهات تانية. شكرا كتير على المشاهدة، وسلام.